شركة ضمان شركة بحرينية تم تأسيسها في عام 2015، وبدأت إنتاج المطهرات الطبية والمعقمات الطبية في منتصف 2017. تم إنشاء الشركة كشركة رائدة في صناعة المطهرات الطبية طبقا للمعايير الأوروبية. الحمد لله الشركة حاصلة على شهادتين ايزو، وحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة ووزارة الصحة السعودية اللي هي هيئة الغذاء والدواء السعودية. شركة ضمان بتقوم بتصنيع تقريبا 37 منتج من المعقمات المختلفة، ليس فقط معقمات الأيدي ولا الأسطح، لكن احنا بنتكلم على معقمات الأدوات الجراحية، غرف العمليات، المناظير. شركة ضمان شركة بتقوم الآن الحمد لله بتوريد كل معقمات الأيدي والأسطح والمواد الخاصة بمكافحة فيروس كورونا للجنة الكورونا في مملكة البحرين وكثير من القطاعات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة داخل مملكة البحرين وخارجها. احنا بنقوم تقريبا بإنتاج ما يقارب من 25,000 وحدة. قبل الكورونا تقريبا كنا بنصدر 80% من إنتاجنا خاصة للسعودية والكويت. بعد الأزمة الحمد لله تقريبا 100% داخل البحرين، الإنتاج بالكامل جولاي 2020. بنقوم بتصنيع كمامات سيرجيكال بمعايير أوروبية، وهيكون أول مصنع في البحرين طبقا لمعايير الـ NHRA وزارة الصحة البحرينية. مستقبلا إن شاء الله بنضيف خطوط إنتاج جديدة هتكون عبارة عن بعض المواد التجميلية الكوزموتكس، وبالإضافة إلى عندنا خطة إن شاء الله قادمة لإضافة بعض المواد الصيدلانية في بعض الأدوية. إحنا الآن بنقوم بدراسة عمل مصنع أدوية بيكون إن شاء الله باسم مصنع ضمان داخل مملكة البحرين.